الوجد والأشجار تجلى عطره ألوان، ونور الله يجمعنا ويحلو الوعد بالقرآن. جميل الوعد للموعود، علينا بالعطاء يعود، وفيض الخالق المعبود شفاء الروح والأبدان. عظيم الذكر بالتنزيل يزيل الجهل والتضليل، له الأرواح بالتبجيل، ومنه سعادة الإنسان، ومنه سعادة الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مع برنامج وقفة مع آية من كتاب الله تعالى. يقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقفتنا مع هذه الآية في الطمأنينة والثقة في الله عز وجل. ربما يتعرض الإنسان لبعض الأمور التي تسلبه الطمأنينة والرضا التي يتمتع بهما، عندها لابد أن يتعلق بالله ولا يجنح إلى التشاؤم واليأس، فإن خطر الأحزان مهلك. ولذلك قال الشاعر العربي عن الهم: والهم يخترم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الغلام ويهرم. وقد قص علينا القرآن الكريم كيف أن الحزن بلغ مداه بسيدنا يعقوب عليه السلام بفقد يوسف، حتى أفقده بصره وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكيف أن الحزن أيضا تملك من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حين رماها الأفاكون بالإفك، مما جعلها تقول: ظننت أن الحزن فالق كبدي. إن الحزن أيها الأحباب الكرام يصيب الإنسان بالعجز، ولذلك حذر القرآن منه وجعل علامة الإيمان الإطمئنان بذكر الله تعالى والثقة فيه. في ميراث النبوة آثار تدل على الثقة في الله عز وجل، وكانت هذه مفاتيح الفرج. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. بديهي أيها الأحباب الكرام أن ترديد كلمات معينة ليست إلا مفتاحا لآفاق نفسية جديدة تتحول بها الحياة وتستقيم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جالسا في المسجد فرده إلى الميدان،
مزودا بهذا الدعاء الذي خلصه من العجز والشلل، محفوفا بعناية الله، مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبير الوجد والأشجار تجلى عطره ألوان، ونور الله يجمعنا ويحلو الوعد بالقرآن. جميل الوعد للموعود علينا بالعطاء يعود، وفيض الخالق المعبود شفاء الروح والأبدان. عظيم الذكر بالتنزيل يزيل الجهل والتضليل، له الأرواح بالتبجيل، ومنه سعادة الإنسان، ومنه سعادة الإنسان.